رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: محاولة تهجير سكان غزة إلى سيناء خط أحمر لن تسمح مصر بتخطيها مهما كانت النتائج. وزير الخارجية: السماح للفلسطينيين بالانتقال مؤقتا لمصر ينتهك القانون الدولي. وزير الخارجية الأمريكي: نتواصل مع الشركاء بالمنطقة للتوصل إلى هدنة جديدة في غزة. رئيس البعثة الدولية بانتخابات الرئاسة: مصر قدوة في إجراء الانتخابات. بدء الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية للمرشحين في انتخابات الرئاسة.